صباح الخير لدكتورتنا دكتورة رندا علي دي، بدنا نقول لك يسعد صباحك صباح الأخصائية الخير. الاجتماعية، وبدنا كثير اليوم ناخذ معلومات، ناخذ تشجيع على بداية العام الدراسي الجديد. اليوم الأهالي عندهم ثقة وبعثوا أولادهم على المدرسة، لكن الأولاد بدنا نعرف عندهم قابلية إنه يرجعوا على العام الدراسي بنفس الهمة مع هي التأجيلات الكثيرة، يعني كثرة التأجيلات، فكيف رح تكون همة الطلاب؟ هلا اولا انا اكثر الاسئله اللي عم بسمعها باخر فتره او اكثر المشاكل اللي عم الشكاوي اللي عم تجي انه انا ابني رجع يخاف، ابني رجع يخجل، ابني رجع يحب اكثر قعده البيت من خلص الطلعه. تعودوا. ايه تماما، ابني اكثر ما عاد يقدر مثلا يتحمل مسؤوليه يقعد دقيقه مثلا ليلون. فهي كلها هي الإجراءات أو كل هاي التفاصيل الحياتية اللي تغيرت على مدى 7 8 شهور هي أساساً من كلمة رجعت هو صار عنده مثل نكوص لحتى يرجع لخطوة لورا. فأنا برجع بقول لهم ارجعوا خطوة لورا معه وبلشوا من أول وجديد. تمام. بتقول إنه إيه أنا لسه بدي أرجع أفصله عني من أول وجديد، وبدي رد أرجع يبكي ويرجع يطلع هالأعراض وممكن تطلع حرارته وأنا خاف وما أعرف هاي الحرارة اللي هو نفسية ولا هي كورونا. أو هي كورونا وانا بخاف على حالي وممكن ينقل لي المرض. فهي هاي المخاوف كلها اللي عند الام وهي اكيد الحق معها فيها بشكل تلقائي عم تنتقل للطفل، بصير عنده مثل خوف او مثل قلق هو غير مبرر بالنسبه له، لانه هو اساسا ما عنده هالوعي الكافي ليعرف تفاصيل هالمرض. هو بالنسبه له شيء بخوف وشيء مجرد ما له محسوس او ما له شايفه بشيء منطقي. لهيك فهو عم بينتقل له هذا الخوف وهذا القلق، بيربطه بيصير عنده بيربطه بقى بالطلعه من البيت، بيربطه انه اذا بعد عن امه، بيربطه انه اذا قعد بين مجموعه او سواء كان في تباعد اجتماعي ولا لا، هو انتقل له الخوف انه ما تقعد. فنحن كثير مهم نعرف كيف نوعي اطفالنا، وانا بقول لهم دائما انتم بتتفاجئوا بالطفل انه عنده وعي اكثر منا وبيخاف، خصوصي لما وصلتي له فكرة انه كيف يحمي حاله والمحيط، هو حيحمل كتير المسؤولية أكثر عن من جد اكتر الكبار. منا لسبب كتير بسيط. نحن بنقول بالتعليم انه اذا بدك تتعلم شيء صح ارجع تعلمه من اول مرة، لا ترجع على معلومة سابقة او تبني عليها. فنحن دائما ممكن نكون ما عندنا ثقافة انه نعقم ايدينا دائما، مثلا هلا عم نتعلمها جديد عن شيء ما كان عندنا، اما الطفل هلا عم بيتعلمها فهي حتضل معه كأسلوب حياته، هو نحن هذا اللي عم نسعى له تماما. نعم، يعني رندا كثير حكينا عن انه الاهل هن الاساس بكل شيء، ولكن يعني خلال هاي الفتره حتى بنشوف بما انه طولت فتره القعده بالبيت كل شيء اختلف خلال هاي الفتره، في ناس لسه عندها الموضوع انه خلص حاج صرنا شهور عم نلبس كمامه وعم نعمل ونساوي، وفي ناس لا صار فعلا عندها نمط حياه. الجزء الاول من هاي النوعية من الأهل هذا الشيء عم ينتقل لأبنائه، كيف فينا اليوم نقدر نرجع مرة تانية نعمل توعية للأهل حتى يوصلوا هاي المعلومة لأولادهم؟ هذا سبب كتير أساسي لأنه نحن نرجع نبعتهم على المدرسة ونرجع نبعتهم على روضاتهم، لأن دائما الطفل بيتعلم من أقرانه وبيتعلم. دائما بتحسي لما بيكون عندك طفل بتقول لك لا المس ما هيك علمتني، فهو شو ما حكت حكوا بالبيت هو حيكون قدوته بالبيت المشرفة أو المدرسة اللي عنده، خاصة إذا كان بيحبها ومتعلق تماماً فيها. تماما، فهي نقطة كتير مهمة لما يكون هذا النموذج اللي هو المدرس هو عم بيتقيد بهي الإجراءات كاملة بطريقة لطيفة بدون هاي الشعور بالرعب انه لا غسل لا كذا، بدون هذا التوتر، نقول له هاي الخبرة ونقول له هاي الثقافة بطريقة كتير مدروسة ولطيفة حتكون عنده كتير محببة. وبالعكس نحن كتير احيانا سلوكيات بالبيت منغيرها من الطفل، هو بيرجع بيفرض طريقة أكل معينة، بيفرض طريقة هدوء معين. طبعا نحن عم نحكي في تفاوت دائما في فروق فردية بين الأطفال، وحتى بالكادر التدريسي في فروق فردية وحتى بالأسر، ولكن نحن بنحكي على الجانب الأكبر والشريحة الأكبر اللي عم نشوفها ونتعامل معه. فدائما انا بقول لهم وبتلاقي هدول اكثر هاي الفئه اكثر اللي معارضين يبعتوهم على المدرسه. تماما، فنحن دائما بنقول انه خذوا الاجراءات، كونوا مرتاحين، هذا نمط حياه، هذا ما له الكورونا هي ما له ضيف غير مرحب فيه، هو صار قائم يعني تقلم لازمنا بدنا نتاقلم معه، اكيد ما له مرحب فيه، ولكن نحن اذا عرفنا ناخذ شويه اجراءات بسيطه بطريقه كثير سلسه
برجع بأكد ما نربط شعورنا بالقلق بالتصرف أو بالإجراء الوقائي اللي عم نعمله، لحتى نبعد تماما هذا الخوف والرعب، لحتى ما نتحول لقلق مرضي وما نتحول لهذا اللي هلأ عم نشوفه غالبا بالأمهات، تلاقي كل إيديهم من الكلور من المعقمات مجروحة، وهي إنه ما يكون هذا وسواس قهري عندكم بهذا الموضوع. خلينا نتعامل مع الموضوع بأريحية، لا خليه على الله، وأكيد كل شيء على الله، ولا ناخذ هاي التوتر إنه لا نحن بدنا 24 ساعة متنبهين وتعبانين وناقلين هذا الشعور. الطفل أكثر شخص ممكن ينقل تعابير وش الأم وقت تكون قلقانة، أو الشخص اللي بيحبه سواء كان بالمدرسة أو ممكن خال عم خالة، فهدول كلهم الأشخاص اللي هن المسؤولين عن رعايته كتير قادرين ينقلوا له هذا الشعور وهذا التعبير، فخلينا نقدمه بأريحية ليكون سلوك حياة معنا لسه ما بتعرفي ما بنعرف لإمتى. عن جد أكيد رندا، بالختام بدنا نصائح أخيرة خاصة للأمهات والأهالي، كيف ممكن يتعاملوا مع أولادهم لما بيبلش العام وبدي العام الدراسي، وخاصة أنه الأولاد مثل ما حكينا تعودوا أنه يلعبوا برا بالشارع، وتعودوا يمكن حتى على النوم امتى ما بدهم ويفيقوا امتى ما بدهم، تغيير هذا الروتين كيف تنصحينا؟ هي نحن وياهم هلا عم نحاول نتعود. هلا انا بقول لهم الكلمه دائما، انه بدوروا انه نحن شو الشيء اللي بدنا نعمله، بقول لهم الكلمه، كيف ما كنتوا تقولوا انه خايفين ولا تقوم تمرض تيتا ولا قوم انا كذا، او انتبه ما طلع حرارتك، او نفسها بدلهم هدول الكلمات بكلمات ايجابيه، انه انت اذا رحت على المدرسه واخذت هالمسافه مع رفقاتك، اذا كنتوا واقفين على البوفيه بدكم تشتروا، خود هاي المسافه، ما تدفش، ما تحاول تستعار اشياء من حدا، احتفظ بغراضك بطريقه كثير سلسه ولطيفه. الكمامه اذا كانت وقت اوكي معلش افضل تقعد باقي النهار بلاها، ولا تتوتر تحطها وسخه من الارض، لا تصيرها من رفيقك كمان تماما، ولا تستعرق او لونه احلى. فهي التفاصيل لما انا بقلب هالكلمات بطريقه لطيفه وباسلوب حياه، هذا رح ينتقل له ورح عن جد حيتقيد فيه، ما حيكون في شيء بظهر الام انه يلا ما شافتني رح اقيمها، يلا حامرق ما حغسل ايدي. فهي التفاصيل خليها تكون عاديه ونقاش مفتوح بالكلمه مع الاطفال. اكيد بنتمنى يا رب يكون الكل استفاد من هاي النصائح، ونكون عم نعطي هيك معلومة مفيدة بهاي الأوقات. شكرا لوجودك رندا معنا. شكرا لكم. شكرا لك مره ثانيه رندا، وتحيتنا لكل الامهات اللي عليهم عبء كثير كبير، لكل الاهالي والكادر. تضلوا بخير.